اخواني تتناقض اليوم هنا في عقل اليوم الذين تحددت الزهايمه بين بعض الموظفين وكاله الغوث. اليوم باسم فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه واللجنه الشعبيه للاجئين وحركه فتح اقليم جنين وكافه المؤسسات والفعاليات، جئنا اليوم لاحياء هذه الفعاليه اولا تنديدا واستنكارا لما تقوم به بعض الدول الاوروبيه بقطع المساعدات وجاء حجبها عن اللاجئين في الوطن والشتات وقطاع غزه، وايضا بذريعه ان احد الموظفين من وكاله الغوث يشاركون في مقاومه الشعب الفلسطيني للاحتلال، فهذا الشيء مرفوض رفضا قاطعا. نحن فينا كشعب فلسطيني وكلاجئين وهنا في محافظه جنين نستنكر وندين كل من يحاول العبث في مقدرات الشعب الفلسطيني وكل من يحاول العبث في اللاجئين الفلسطينيين. نحن في اللاجئين الفلسطينيين لن نبقى لاجئين، نحن مفتاح العوده حتى العوده، اعيدونا الى بلادنا ولا ديار اجدادنا وخذوا وكاله الغوث. اما ان يتم لوي ذراعنا كشعب فلسطيني في تحدي اللاجئين في هذه التصرفات الدوليه فنحن نرفضها رفضا قاطعا، ولنا كلمه ولنا موقف ولنا فعل. بأثر على وجهنا، احنا هون ضيوف لحق العوده، حتى العوده، منذ 75 عام ونحن مفتاح العوده. لا نريد اي حلول الا العوده الى ديارنا التي هجرنا منها. ما تقوم فيه الدول الاوروبيه ليس منا على الشعب الفلسطيني. ولكن هذا واجب عليها حتى نعود الى الديار التي هجرنا منها قسرا، شاء من شاء وابى من ابى. هذا العدوان الظالم تحت اسوء احتلال عرفته البشريه.